bright. Standing in the sunlight, never got burned. We were alright, had the easy kind of love, and I let it in for a moment. Felt like we were floating, baby, I swear. We were golden, it was easy, natural as breathing air. And when the sky went dark, you think I would know? Before we let it get this far, I should've let you go. Now I gotta crawl. الفيديو اللي انتوا شفتوه ده كله متصور بالكاميرا اللي احنا هنتكلم عليها النهارده. ازيكم يا جماعه؟ النهارده هنتكلم عن انسرا سي 60 1 اكس. هي انا عارف لان نزل بعديها ال 1 ار، بس هي من افضل الكاميرات في اس 360. وهي بتصور مجمل كله بتاع لانسين 5.7K، وبتيجي في كفر حلو جدا اللي هو ده. هي بتصور 18 ميجا بكسل، وهي بلتن جواها يعني 6 اكسس ستابلايزيشن، اللي هي بتثبت الصوره يعني الفيديو انت ماشي لو كده مثلا بيكون ثابت على قد ما تقدر. يعني هي بيكون تقلها مع البطاريه بتكون 115 جرام، تستحمل مايكرو اس دي اللي هي 128 جيجا، بتكمل تصوير اللي هي 5.7K من لانسين 30 فريم بير سكند او 4K 50 فريم بير سكند. هي عبارة عن ايه؟ لانسين 360 ده عامة عبارة عن لانسين 180 و180، فهم بيعملوا ستيتشنج بتكون 360، وساعات بيكون في مشاكل من في الستيتشنج ده عشان يكون في سمك الكاميرا. كنت شاري البندل دي كده، دي كانت ب 500 يورو، وهي بتكون جايه معاها مونوبود زي ما انتم شايفين كده بتترفع عشان تعملها في الهواء، وممكن تاخد شوتات مثلا وتعملها في الايديتنج. الاب بتاعتها عامه تحفه وبتعمل حاجات حلوه جدا. انت ممكن تقلد الدرونز مثلا، وكمان هي ممنوعه في مصر فدي حلوه. في اوبشن اساسا في الكاميرا اسمه البوليت تايم، هي بيكون ظاهر على الشاشه دي. هو ده كده ترايبود وافرقه كده فوتج كده معموله بالبوليت تايم. هتروح لافف سبسكرايب لايك واشوفكم في فيديو تاني.